ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يستفيدون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، في حلقة ماضية كنا تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والإمامة، وتكلمنا كذلك حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اليوم إن شاء الله سنتكلم، بعدما تكلمنا عن الأركان والواجبات الواجب فعلها، سنتكلم عن من عجز أن يقوم بهذه الأركان والواجبات. يعني مثلا قلنا لكم إنه يجب على الشخص في أثناء الصلاة أن يصلي قائما، أن يصلي قاعدا، أن إلى آخره، يعني ذكرنا بعض الواجبات التي يجب أن يفعلها والأركان. طيب، من كان عاجزا عن فعل شيء منها ما هو حكمه؟ سنتكلم عن صلاة أهل الأعذار، المرضى، الخائفين مثلا، المسافرين، كل من كان له عذر قد يحول بينه وبين أن يصلي صلاة تامة. نعلم أن الله عز وجل قد يسر في الشريعة، فقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخره. آيات كثيرة كلها تدل أن هذا الدين يسر، وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالأصل أن اليسر والعسر إذا تعارضا أن اليسر هو الذي يغلب دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أنا أمرتكم بأمر معين إيتوا من هذا الأمر بالذي تستطيعون عليه. مثلا قلت لكم صلوا وأنتم قائمون، ما استطعتم تصلون جالسين، لكن اسجدوا واركعوا. ما تستطيع تسجد تركع، على الأقل أو بالركوع والسجود كما سيأتي. أهل الأعذار أيها الإخوة والأخوات على أقسام. من هؤلاء، من أهل الأعذار من يكونون مرضى، ومنهم من يكونون يعني راكبين على سيارة أو في طيارة أو في قطار أو نحو ذلك، ومنهم من يكون مسافرا أو خائفا، مثلا إما أن يكون خائفا من عدو أن يراه. يعني نفرض أن شخصا كان مثلا العدو وراءه، وهو واقف مع مجموعة ناس وجعل وجهه إلى غير جهة العدو، يخشى أن يلتفت فيراه العدو فيعرفه، فكيف يصلي هذا؟ طيب القبلة وراءه، كيف يصلي إذا حضره وقت الصلاة؟ هل يؤمن بالركوع والسجود؟ إنسان مثلا مسلم ومقيم بين كافرين ومسجون بينهم في سجن، ما في مكان يذهب يصلي لوحده فيه، هذا المسكين كيف يصلي؟ طيب هل تسقط عنه الصلاة؟ لأنه لو صلى معهم في هذا السجن علموا أنه مسلم وقد يؤذوه مثلا، والذين معك كفرة، فماذا يفعل؟ كيف يصلي في هالحال؟ كل هذا قد جاءت أحكامه في الدين ويسر الله عز وجل عليه. أما فيما يتعلق بالصلاة المريض، وهو الذي سنبدأ به، فمعلوم أن المرض يعني قد يصيب الإنسان وهو مأجور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المريض يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما يعني تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن لا يؤجر على كل عمله حتى شوكة يشاكوها له به أجر. إذن نحن مأجورون على ما يقع علينا من مصائب أو كروبات أو نحو ذلك. والإنسان يا إخواني إذا استشعر أثناء مرضه أنه مأجور هان عليه هذا المرض. يعني الآن لو تأتي إلى إنسان كافر مريض أو مثلا مقعد أو نحو ذلك، تجد أنه خلاص فقد الحياة. يعني إيش الفائدة من حياتي إذا كان لا أقدر أقع في فاحشة، ولا أقدر أن أشرب خمرة، ولا أستطيع أن ألعب وأفرفش، إيش الفائدة طيب من حياتي؟ خلاص أبنتهي. حتى أنني أذكر أنني كنت مرة في السويد، فصليت بهم في أحد المراكز الإسلامية في رمضان. كان معنا يصلي رجل شيخ كبير يأتي به أولاده على عربية ليصلي بنا، رجل مقعد. ففقدته صلاتين في رمضان، فسألت أولاده عنه، هم عرب يعني جنسيتهم سويدية.
قالوا يا شيخ والدنا مريض في المستشفى، فقلت بعد صلاة التراويح نذهب نزوره. ذهبنا ودخلنا المستشفى، رآنا الممرضون والممرضات، فإذا أشكالنا تختلف، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، تأكدوا أننا لا يمكن أن نكون أولاده كلنا، ظنوا أننا لجنة للمرضى، سألونا قلنا لا نحن مسلمون وهذا أخ مسلم لنا ونأتي نزوره. قالوا طيب هو يعطيكم فلوس إذا زرتوه؟ قلنا لا ما يعطينا. قالوا طيب أنتم يعني عندنا ناس مرضى حتى أولادهم ما يأتونهم، وأنتم الآن ما لكم علاقة؟ قلت لا أنا جاي من بلد بعيد وهذا من بلد آخر، وكلنا جمعنا الإسلام أن نأتي نزور هذا الشيخ الكبير. المهم أقبلنا عليه، دخلت عليه فإذا الشيخ على سريره، وفي السريرين المقابلين له أيضا رجلان كبيران في السن سويديان يعني على أسرتهما، وبدأ ينظران إلينا. أقبلت إليه قلت له يا والد أنت كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف تقضي وقتك؟ قال والله الحمد لله يا شيخ، يعني أحيانا إذا تيسر لي أقرأ قرآن، أسبح، أهلل، أذكر الله. فقلت له طيب هؤلاء السويديون الذين يعني أمامك، هؤلاء كيف يقضون أوقاتهم؟ قال والله يا شيخ هؤلاء يعني كالأنعام. قلت كيف؟ قال يا أخي هذا كل واحد منهم ينام إلى العصر، إذا استيقظ بعد العصر يبدأ يتكلم ويصيح به على صوته، فيحضرون له زجاجة خمر، يحضرون له الغداء فيتغدى، غداء فطور عشاء الوجبة، ثم يحضرون له زجاجة خمر ويشربها ويبدأ يتلفت يمين ويسار ويتجشى، ثم بعد ذلك ينام إلى بكرة الظهر أو العصر، ثم يستيقظ ويجلس لساعتين ثلاث يصرخ يمين ويسار وضايق صدره، ما يدري ضايق صدره من إيش. المهم فعلى مثل هذا الحال ذهب واحد من الإخوة معنا إلى أحد السويديين يتكلم معه، لما رآه مشدوها، فلما جاء قال لهذا السويدي أنتم ماذا؟ أنتم لجنة أم منظمة إسلامية إنسانية أم ماذا أنتم؟ قال لا نحن مسلمون وهذا. ثم سأله صاحبنا، سأله الشيخ الكبير، قال له أنت من متى على هذا الفراش؟ قال أنا الآن من 3 أشهر في هذا المستشفى. قال طيب أولادك ما يأتونك؟ قال لا والله في بنتي أرسلت لي قبل شهرين بطاقة معايدة. فرحان، أرسلت له بطاقة معايدة مبسوط أنها فعلت ذلك. فالمقصود ما تدري ماذا تقول له، هل تقول له أصبر فإن لك أجر، احتسب الأجر عند الله، سبح وهلل واذكر الله، إذا ضاق صدرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود يا إخواني أن من نعمة الله علينا أن الله تعالى لا يساوي عنده من كان مبتلا بمرض ومن كان غير مريض، فإنه كلما كان الإنسان مرضه أعظم كلما كان أجره عند الله تعالى أكثر. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن ينبغي أن يحتسب المرء ثوابه عند الله عز وجل إذا وقع عليه مرض أو أصابه ضرر. حتى الآن يعني الناس المقعدون في المستشفيات الذي ما يتحرك منه إلا رأسه أو نحو ذلك، مقعد شلل رباعي، دخلت على بعضهم الذي قد مضى له 20 سنة و25 سنة على مثل هذا الحال مقعد، ومع ذلك تجد عندهم الراحة البال والاطمئنان والضحك ونحو ذلك الشيء الكثير. يحضر معي أحد دروسي في المسجد شاب عنده شبه شلل رباعي، إحدى يديه تتحرك بشكل يسير يمكن 25% فقط، ومعه يعني قد يعني تعاقد مع شخص يعني أجره لأجل أن يذهب به ويحضره وينظفه. فهذا مقعد ويحضر عندي الدرس كل أسبوع، ويأتي بالعربية سيارة فيها ما يحمل العربية ويركبها ثم ينزلها ويدخلونه إلى المسجد ويحضر الدرس بعد صلاة العشاء. فأرى عنده يا أخواني من سعة الصدر والضحك والتبسم الشيء الكثير، يرى الناس حوله يضحكون ويقفزون ويذهبون ويجيئون ويقعدون كما شاء، وهو على هذا الكرسي قد جاوز عمره 40 سنة، ومع ذلك لا يزال يشعر بسعادة. لماذا؟ لأنه علق نفسه بالآخرة. أنا أعني بكلامي هذا أن المريض ينبغي عليه أن يحمد الله تعالى أن لم يكن مرضه أكبر، هذا أولا، وأن يعلم أن الله عز وجل مع هذا المرض لن يدعه يذهب بلاش، لا، مع وجود هذا المرض سوف يأجره رب العالمين ويعظم له ثوابه ويجعل هذا المرض يأكل السيئات التي عنده. هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا، ينبغي أن نعلم يقينا أيضا أن هؤلاء المرضى مع الاحتساب عند الله يبدأ يعني يتوسع صدره وينبسط. أذكر يوم من الأيام اتصل علي أحد الأخوة من أحد الدول أوروبا، سلام عليكم. عليكم السلام. قال يا شيخ أنا طبيب مسلم ومن أحد البلاد العربية، وأحضر الزمالة في هذا المستشفى في هذه البلد، وعندي سؤال. قلت ما هو سؤالك؟ قال يا شيخ عندنا إذا جاء إليهم بمريض ميؤوس من حالته
يعني مثلا عنده سرطان متمكن منه، أو تليف كبد متمكن منه خلاص أو نحو ذلك، يضعون له مغذيا، وهذا المغذي الذي يضعونه له معه مخدر حتى لا يصيب آلام، ومعه مادة قاتلة. تخيل، يقول معه مادة قاتلة بحيث أنه يعيش 4 أيام 5 أيام ثم تتمكن هذه المادة القاتلة من دماغه وتقتله. قلت كيف؟ قال نعم، لأنهم يقولون خلاص هذا انتهى من الحياة، لا يستطيع أن يذهب مع صديقته ولا يستطيع أن يعني يعمل، خلاص يموت نرتاح منه. يقول ليست هذه المشكلة يا شيخ، ما هم كلهم كفرة يفعلون ببعض مثل ما يشاءون، أنا ماذا أدخلني. يقول لكن المشكلة يا شيخ، أتي اليوم بطبيب بمريض باكستاني مسلم مقيم في هذا البلد، يقول وقد وضعوا له هذا المغذي، أنا لا أستطيع أن آتي وأنزع المغذي وأغيره، ما أنا متدرب يعني، وأخشى أن مديرة القسم إذا علمت بأني فعلت ذلك أن يعني لا تكتب لي شهادة أو نحو ذلك، هذه زمالة وأنا قد مضى لي سنتان الآن وسوف أنتهي وأعود إلى بلدي. يقول لكن يا شيخ هل يجب علي شرعا أن أخبر أهله بذلك؟ أتي إلى أهله وقلت ترى هذا المريض قد طبعا يعني أهله سيعترضون وسيقول لهم الطبيب المعالج ما الذي أدراكم من هالمادة فيها كذا وكذا، أكيد أحد أخبركم. فالمقصود أن طبعا وجهته توجيه معين، لكن الذي أعني بهذا أن أولئك الحياة لا تمثل بالنسبة لهم شيئا. أما عند المسلمين فنقول أولا وإذا مرضت فهو يشفين، وكم من إنسان أشفى على الهلكة ثم أنجاه الله تعالى منها، وما أدراك أنه سيموت بعد أسبوع أسبوعين فأن تعجل موته في 4 أيام. الأمر الثالث، يا أخي لعل حياته التي تطول به زيادة 3 أيام 4 أيام يا أخي يزداد فيها تسبيحا تهليلا قراءة القرآن أو قل غير ذلك، أهم شيء أنه يحصل عنده نوع تقرب إلى الله عز وجل في عبادته وغير ذلك. أعني بكلامي هذا يا جماعة أن المريض لا بد أن يحتسب عند الله، احتسب، مرضت قل الحمد لله الذي أصابني بهذا المرض لأجل أن يعظم أجري. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عبد عند الله تعالى درجة، وأن بعض العباد يكون لهم درجة عالية عند الله فلا يبلغها العبد بعمله، عمله ما يوصل إلى هذه الدرجة العالية، فلا يزال الله تعالى يصيب منهم، لا يزال يصيبه بالمصائب والنكبات والمشاكل لأجل أن يرفع درجته إلى هذه الدرجة العالية. طيب نعود إلى ما نحن فيه بعد هذه المقدمة حول المرض، ولأن الدرس يعني فقهي فلا أريد أن أطيل في الكلام حول المرض وتحمله ونحو ذلك. المريض ما دام عقله معه فهو مخاطب بجميع الأحكام الشرعية ومخاطب بالصلاة خاصة، لكن لو أن المريض عقله ليس معه، نفرض أن مريضا مغمى عليه مثلا لمدة أسبوع أسبوعين نحركه ما يدري عن شيء، ففي هذا الحال هذا لا يجب عليه الصلاة، لأن من شروط وجوب الصلاة العقل، وهذا عقله ليس معه، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان عقله معه لزمه أن يصلي على حسب حاله. ما تستطيع تصلي وأنت قائم؟ قم. قال لا والله يا جماعة أنا ما أستطيع، أستطيع أصلي وأنا جالس، أجلس. طيب حتى الجلوس يا جماعة يضرني وعندي ألم في الظهر، أبى أصلي وأنا مضطجع، اضطجع. ما أستطيع الطجع على ظهري، سأكون على الجنب الأيمن، على اليسر، أجلس على الجنب اللي يريحك، احنا ما علينا منك، المقصود منك أنك تكون على الحال الذي تستطيع به أن تصلي، تقف على قدميك، تجلس، تضطجع، تنام على بطنك، افعل ما تشاء، أهم شيء أنك تصلي، ولو أن تصلي بنيتك بحسب استطاعتك. كذلك بالنسبة للوضوء، إذا لم يستطع المريض أن يتوضأ وضوءا تاما فإنه ينبغي عليه أن يتيمم للصلاة. طبعا هو الأصل أن المريض يتوضأ للصلاة، إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه مطالب أن يتيمم لصلاته حتى يكون أكثر تقربا إلى الله تعالى في ذلك. طيب لو مريض قال يا أخي أنا ما أستطيع أتيمم، قلنا له توضأ، قال طيب حتى الوضوء والتيمم كلها ما أستطيع، التراب يسبب لي حساسية والوضوء أيضا يسبب لي مشكلة، نقول له في هذا الحال ما دام عجزت عن الشيئين يسقط عنك تيمم ويسقط عنك وضوء، صلي على حسب الحال الذي أنت عليها، وأنت مضطجع على فراشك وضوء تيمم كل ما تستطيع ليست مشكلة، انوي أنك متطهر، ما يحتاج طبعا يتلفظ يقول نويت التطهر، لا اتفقنا أن النية في داخل القلب، فينوي أنه متطهر ويقول الله أكبر ويصلي، إن كان يستطيع يشير بيديه نعم، يستطيع يصلي قائما نعم، ما يستطيع ينوي، إن احتاج أن يعتمد على عصا في قيامه، لو قال أستطيع أصلي قائما لكن أبعتمد على عصا، نقول اعتمد على عصا، إن لم يستطع
الاعتماد على عصا، قال سأستند على جدار، قلنا استند على جدار. لو قال أستطيع القراءة والتكبير وأنا قائم، لكن عند الركوع لازم أجلس والسجود، نقول إذن وأنت قائم قل الله أكبر وأنت قائم، اقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم إذا أردت أن تركع اجلس على الكرسي يكون ورائك واركع واسجد، اجلس بين سجدتين ثم قم بعد ذلك إلى قيامك. طيب لو قالنا المريض يا جماعة أنا أستطيع أني أقوم لكن يشق علي القيام، يعني عنده ألم في ركبته، قال أستطيع أقوم وأصلي ولا يضرني، لكن والله يا جماعة وأنا أصلي يعني ركبتي تؤلمني ألما شديدا، نقول إذن صلي وأنت جالس. قال طيب أستطيع أقوم لكن آلام، نقول لا الدين يسر أصلي وأنت جالس. لو قال أستطيع أن أقوم ولا عندي آلام لكن الطبيب أمرني ألا أمشي على ركبتي لمدة شهر ولا أقف عليها، فإذا وقفت عليها سيتأخر شفائي لمدة شهرين، فأنا لن يؤدي لمضاعفات لكن سيتأخر برئي، شفائي سيتأخر، نقول إذن لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. إن كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه أو كان القيام يؤخر شفاءه، كل هذا فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب أيهما أولى، أن يصلي وهو يعني جالس على كرسي أم يصلي وهو جالس على الأرض؟ لا، الأصل أن يصلي وهو جالس على الكرسي أو يصلي وهو جالس على الأرض، يصلي على أي الحالين شاء، وهذا من تخفيف الدين على العبد يا إخواني، أن الله عز وجل أصلا أباح للمريض أن يصلي جالسا لأجل إذهاب المشقة عنه، فإذا ذهبت المشقة عنه خلاص إما على كرسي وإما وهو جالس على الأرض. طيب لو أراد أن يصلي وهو جالس على الأرض كيف يجلس؟ يجلس متربعا، يجلس على مقعدته ويثني ركبته اليمنى ويميل ساقه والساق الثاني، يجلس متربعا على الأرض، هذا هو السنة كما جاء عن عائشة. أما إذا ما أراد يجلس متربعا على الأرض فله ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو كان المريض حتى تربع على الأرض ما يقدر، لو قال المريض يا جماعة أنا لا أستطيع أني أتربع على الأرض مثلا ويشق علي هذا التربع على الأرض، أنا سأصلي مثلا وأنا مضطجع، كيف أصلي وأنا مضطجع؟ نقول له أنت تخير، إن شئت أن تصلي أفضل شيء على جنبك الأيمن بحيث أنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويصلي، إذا ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن أو شق عليه نقول صلي على الأيسر، قال يا أخي ما أستطيع أصلي على الأيسر، نقول له صلي وأنت مضطجع، يصلي هكذا وهو مضطجع. طيب إذا صلى مضطجع يا جماعة هل يجعل رأسه، نفرض أن القبلة من هنا مثلا من هالجهة هذه، هل يجعل رأسه تجاه القبلة أم يجعل قدميه تجاه القبلة؟ الصحيح أنه يجعل قدميه تجاه القبلة حتى لو رفع رأسه يكون تجاه القبلة مباشرة، يجعل القدمين تجاه القبلة حتى إذا رفع رأسه يكون تجاه القبلة، وإن استطاع يرفع رأسه بمخدة أو نحوها جاز وهو أفضل، إن لم يستطع ما عليه بس، هذا فيما يتعلق به. كذلك مما يجب على المريض أن يعتني به عندما يريد أن يصلي أنه يأتي بما يستطيع فيه من الركوع والسجود. قال لك المريض أنا يا أخي أستطيع أركع لكن ما أستطيع أن أركع ركوعا تاما بحيث يكون ظهري مستويا، أستطيع أركع هكذا فقط شيء يسير، نقول أعمل الذي تستطيعه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع تأتي به إيتي به. لو قال طيب أنا السجود كذلك ما أستطيع أن ألصق أنفي في الأرض لأن عندي كسر في الأنف أو لأن عندي عملية في العين أو نحو أو صداع شديد في الرأس ولا أستطيع أسجد، نقول إذن إذا أردت أن تسجد فضع يديك واقترب من الأرض فقط حتى لو بينك وبين الأرض شبرين، ثم بعد ذلك صلي على حسب حالك الذي أنت عليه. مريض قال لنا يا جماعة طيب أنا أريد أني أصلي لكن يا إخواني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا على السرير والسرير قد يعني ربط به أجهزة وكذا، ما أستطيع كل مرة لفوا السرير على القبلة، أو مثلا أقول يا جماعة جلسوني أستقبل القبلة، إذا عجز عن استقبال القبلة تسقط عنه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أبد، إذا عجزت عن استقبال القبلة سقط عنك استقبال القبلة، وصلي على حسب الحال الذي تريده. إذن أيها الإخوة والأخوات هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المريض وأن يكون على مثل هذا الحال. لكن المهم يا إخواني إذا ذهبنا إلى مستشفى أن ننبه المرضى على مثل هذا. كم من المرضى يا جماعة يمر عليه أحيانا الوقت الطويل دون أن يصلي بسبب أنه لم ينبه على هذا. أذكر أن لجنة من بعض الإخوة المحتسبين ذهبوا إلى بعض المستشفيات لزيارة المرضى وإهداء بعض الهدايا لهم، يقولون لي لما رجعوا
يقولون عملنا إحصائية على المرضى فوجدنا أن أكثر من 43% من المرضى لا يصلون. لا يصلون لماذا؟ كلهم مغمى عليهم ولا كلهم غير مسلمين؟ قالوا لا، بل إنهم أصحاء وبعضهم ناس أخيار ويعني حريصين على الخير، لكن لا يصلي. إذا قلنا له ليش ما تصلي؟ قال يا أخي كيف أصلي وسريري إلى غير القبلة؟ خلاص أنا أجمع الصلوات إذا خرجت أصليها. والثاني يقول كيف أصلي وأنا قد خرج مني أنبوب يجتمع فيه البول، ما أنا فيني نجاسة، كيف أصلي؟ والثالث يقول كيف أصلي وأنا مثلا ألمس عورتي كل قليل لأجل مثلا عملية أصبت بها. والرابع، ويظنون أنه إما يصلي 100% كما يصلي الصحيح، أو معنى ذلك أن الصلاة تسقط عنه أو يؤجلها. هذا ما يجوز، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يشفى، بل يجب عليه أنه يصلي تماما كلما أذن للصلاة أن يصليها على حسب حاله. بقي مسألة أخيرة أختم بها، وأرى أن وقت الحلقة انتهى، لكن لكم أن تتحملوا مني هالدقيقة هذه. الآن يا جماعة، المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نفرض أن المريض قال لك نعم أنا سوف أصلي لكن يشق علي أني أصلي الظهر في وقتها، أصلي العصر في وقتها، هذا يشق علي، نقول إذا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. يجوز أن يجمع بين الصلاتين، كيف؟ يعني مثلا مريض أقبل إليه الطبيب الساعة 11:30 قبل أذان الظهر ب10 دقائق، قال له الطبيب اسمع، قال نعم، قال أنا سوف نعطيك دواء مسكنا للآلام سوف تنام بسببه 8 ساعات. نقول إذن إذا أذن الظهر صل الظهر والعصر مع بعض 4 و4، إلا إذا كنت مسافرا، لكن ما دام أنك مقيم تجمع للحاجة، صلي 4 و4 ثم كل هذا المسكن ونم إلى الساعة 10 بالليل، إذا استيقظت صلي المغرب والعشاء. إذا يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة، يجوز أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة. هذا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بصلاة المريض، وعلى ذلك أيضا أدلة كثيرة، لكن تركت ذكر الأدلة حقيقة اختصارا للوقت. فمعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام على صلاة الراكب وصلاة المسافر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين فشرع الله للدنيا ضياء، بلا أنوار إلا راح تمر، فمن شاء اقتفى سبيل يسر، وبالخير هدي خير الخلق طروا بعلم ثم فعل ذاك أجدر، ألا فانقش بما يتبر قولا بقلبك واتبعه وقل وذكر. خذوا عني مناسككم حديث شريف.